بسم الله الرحمن الرحيم. عايز اوصل رساله للفنان عمر كمال. امبارح عمر ردد على محمد علي المقاول والفنان معروف. محمد كاتب في كومنت بيعلق بيقول فلوس ايه ومصيف ايه، عديم الانسانيه، الناس مش لاقيه تاكل وبتاع. انتوا عارفين محمد علي وعليه الكومنت بتاعه عليه 5000 لايك. فرد عليه الاستاذ عمر كمال بيقول له ايه، خليك بره يا فاشل، خليك بره يا فاشل. فجأة عمر كمال، الفيديو ده انا بوجهه ليك، للاستاذ عمر كمال نفسه، يعني اللي زي ابني اصلا. انا اكبر منك في السن يا ابني، واسمه هاني صديقي ومخرج، وكنت شغال في اغاني وكليبات زمان، بس ربنا تاب عليا الحمد لله رب العالمين، وبقيت اقدم محتوى يحترم عقل المشاهد. يعني مش قصدي ان انت بتقدم حاجه وحشه، لا انت بتقدم حاجه جميله وانا واحد من متابعينك. فعمر كمال كاتب خليك بره يا فاشل. فاشل ازاي يعني محمد علي فاشل ازاي؟ لو هنحسبها بالفلوس، لو انت بصنعه لطافه وبتشغيل مخ كعمر كمال عملت لك مليون ولا 2 دولار ودي هي كل ثروتك، محمد علي برضه فهلوه وبتشغيل مخ عمل له 2-3 مليار يورو. اوكي، فهو مش فاشل ولا حاجه، ده عمل فلوس كشاب يعني وصل لسن ال 40 معاه 3 مليار يورو. هتقولي بقى بالفهلوه بالسرقه، انا مش جاي احاسبه ولا احاسبك على فلوسكو. لو هنتكلم في حته تقول له خليك بره يا فاشل، وبرده مش جاي دافع على محمد علي، هقول لك اللقطه فين والله، استحملني بس عمر 5 دقايق. خليك بره يا فاشل ومالكش دعوه بينا جوه. فجاه انت نصبت نفسك تبقى، بص يا ابني انت من سنتين اصلا كنت انت نفسك مضطهد، وانا طلعت فيديو اسمه رساله للمدعو هاني شاكر، مسحت لك الارض بهاني شاكر لان هو وقف ضد حريتكم وحقكم كمصريين في العمل في البلد. لما قال لا لازم ترخيص ودول مش مرخصين ما قدروش يشتغلوا في البلد، قلت له ايه هم دكاتره، هو عمر كمال وحمو بيكا دول داخلين يعملوا عمليه قلب مفتوح، فانت خايف على المريض فلازم ياخدوا من تصريح من نقابه ويدرسوا مش عارف ايه والكلام ده، دي ناس بتغني واللي عايز يسمع يسمع ولا ما يسمعش. والله انا مسحت الفيديو ده عمل 2.5 مليون مشاهده، على فكره مش دفاعا عنك والله ولا دفاعا عن حمو بيكا، ده كان دفاع عن حقكم في مصر كمصريين. من حقك يعني في حاجه اسمها حقوق انسان، حقوق الانسان دي من حقك انك تشتغل في بلدك، حق العمل ده حق اصيل من حقوق الانسان في بلده. حلو الكلام، فكنت بدافع عن حقك كانسان مصري في بلدك. رحت انت قايل له ايه، خليك بره يا فاشل ومالكش دعوه بينا جوه. تمام، بلدنا حلوه وجميله من غيرك، يعني انت دلوقتي اديت لنفسك المفتاح، مين اللي يخش البلد وتبقى البلد حلوه بيه، ومين اللي يخرج وتبقى البلد حلوه من غيره؟ عمر، محمد علي، وائل الصديقي، ومعتز مطر، الناس دي كلها معاها باسبورات مصري، الناس دي كلهم عندهم نفس الحق بتاعك، الناس دول كلهم مصريين، ومحدش فينا اختار ان هو يتولد في مصر. محدش فينا اختار انه يتولد في مصر، كلنا اتولدنا في مصر، فاتولدت معانا حقوقنا، ان احنا من حقنا نشتغل في البلد، من حقنا نسافر، من حقنا نروح ونيجي، وانت مش من حقك بصراحه، انت كده تعديت حدودك يعني. والله انا مش بدافع عن محمد علي، انما محمد علي ده مصري زيه زيك على فكره. تمام، وانا ما اعرفوش شخصيا، انا كنت كلمته مرتين ثلاثه على الكلاب هاوس وانت ما حصليش الشرف ان احنا نتكلم يعني. المهم، فحتى لو في سلبيات بلدنا وبنحبها، ومين قال لك ان هو ما بيحبش بلده؟ هل انت دخلت جوه النوايا، دخلت جوه نوايا وائل ومحمد علي ومعتز مطر والناس اللي بتعارض النظام الحالي دي، وعرفت هما بيحبوا بلدهم ولا لا؟ مش زيك عاوزها ولعه وانت بره مصر، مين انت برضو دخلت في النوايا؟ مين قال لك ان محمد علي يعني لما محمد علي يقول يا جماعه سد اثيوبيا ده خطر على مصر ولازم نحاسب الرئيس، او لما مثلا دكتور علاء الاسواني ولا وائل الصديقي، لان كل من هب ودب بيتكلم في السياسه دلوقتي، حتى الناس في الشارع وحقهم، والله يا عمر ده حقهم يا ابني. تمام، فمن حقه، فاي مين قال لك ان هو عايزها ولعه؟ محدش فينا عايز يشوف مصر بتتحرق ولا ولعه. الحمد لله على نعمة الوطن والرئيس. على فكرة عشان تبقى عارف، الدول كلها عبارة عن أوطان والناس كلها عندها رئيس، ما انتش يعني، ما يعني الحمد لله على نعمة الوطن والرئيس. واضح قوي ان انت بتطبل عمر، انا يعني انا من خلال واحد متابعك من اول ما طلعت، انت بالنسبة لي شاب شكلك متواضع وفي نفس الوقت ابن ناس، لاني شفت مثلا الفيديو بتاعك انت ووالدتك وبتاع، فشكلك ابن ناس، شكل الناس ومتواضع، ما يعني ما يعني حتى بعد الشهره ما شفتش الكبر اللي بيجي لبعض الناس عندك وبتاع والكلام ده، فانا واحد من الناس اللي بتحبك واخد بالك. ف
الحمد لله على نعمة الوطن والرئيس. كل الوطن مش البلد اللي انت اتولدت فيه، يعني في سوريين دلوقتي اتولدوا في سوريا بس هم اوطانهم دلوقتي امكان تاني عشان عندهم حرب، فلسطين نفس الكلام، العراق نفس الكلام، مصر نفس الكلام، وكل الدول، كل الدول فيها ناس مضطهده وبتضطر تسيب بلدها عشان تعيش، لان لو عاشت في بلدها هيكون مصيرها السجن او القتل. فما تذلوش وما تذلنيش وما تذلش اللي مغترب، ده احنا 20 مليون مغترب بانه يعني محروم من بلده، وتقوم قايل له ايه؟ الحمد لله على نعمه الوطن والرئيس. خلي بالك هو في يوم من الايام كان ناجح ورايق زيك في مصر، وانا كنت يوم في الايام ناجح ورايق زيك في مصر، فانت مش عارف ايه اللي جاي، فانت كده غلطت غلطه كبيره قوي، انت صنفت نفسك تبع النظام الحالي. يعني ايه الكلام الفارغ اللي انا بقوله ده؟ يعني لما قامت الثوره في 2011 طلعت حاجه اسمها قوائم العار او قوائم السوداء، كانت كلها اصلا النجوم الهام شاهين بقى وعم عادل امام، الناس اللي بتطبل لحسني مبارك. فانت دلوقتي بتطبل نظام السيسي، انت كده حرقت نفسك في النظام الجاي. السيسي ده بني ادم بيروح وبيجي والحكومه دي بتتغير وعادي، وممكن في لحظه نصحى نلاقيه توفى وجي رئيس تاني. انت صنفت او تقوم ثوره والنظام ده يمشي او يتحاكم او يحصل له اي حاجه، تمام؟ فانت صنفت نفسك على الكلام ده، هيتحاسب عليك، هتلاقي نفسك بعد كده في قوائم السوداء دي. خليك ذكي زي عمرو دياب، محدش يعرف ولاءه لمين، محدش يعرف حتى اهلاوي ولا زملكاوي، رغم ان كلنا عارفين انه عمرو زملكاوي، بس عارفين كده من سنين طويله يعني. المهم اكمل لك بس عشان انا مش جاي انتقدك. المهم انا شفت البتاع ده، اكمل لك بس. المهم انت رديت على محمد علي وهو بيقول، راجل بيقول رايه ما غلطتش فيك، بيقول لك خليك بره يا فاشل، انت قلت له خليك بره يا فاشل ومالكش دعوه بينا جوه، بلدنا جميله وحلوه من غيرك، وحتى لو في سلبيات بلدنا وبنحبها على فكره كلنا زيك، مش زيك عايزها ولعه وانت بره مصر. الحمد لله على نعمه الوطن والرئيس، مفيش حد بيتهجر من بيته يا فاسد يا كذاب. فانت نعدته بالفساد وبالكذب، وانا مش محامي محمد علي، انا مش والله ما بدافع عنه، انا هقول لك اللقطه فين دلوقتي جايه على طول. ما حدش امال الفيديوهات اللي بنشوفها من نادي الصيد دي ايه في اسكندريه عندنا، والفيديوهات اللي طلعت من الوراق دي ايه، والفيديوهات اللي بتطلع كل يوم من سينا دي ايه؟ فانت بتقول له لا ما حدش بيتهجر من بيته يا فاسد يا كذاب، وفي بلدنا بنحن على بعض ومستور الحمد لله. عمر خدها مني انا يا ابني، واحد اكبر منك، اكبر منك في السن يعني، مش اكبر منك في المقام اعوذ بالله، لا اكبر منك في السن، خدها. فانا عملت ايه؟ طبعا انا بعت لك الصباع ده، يعني اكبر بقى الدنيا، انا بعت لك الصباع ده، ففي ثانية الصباع ده خلال ساعة كان عامل 2000 لايك. وناس بتقول لي ايه ده، محتاج 100 صباع من ده. عارف ليه الناس بتقول لك كده وقالت لي كده؟ لان بكل بساطة انت نصبت نفسك، يبقى معاك مفتاح مصر، مين اللي يجي ومين ما يجيش، ومين اللي البلد حلوة بيه، اللي هو طبعا ربنا في الكومنت ده اللي هو الرئيس بتاعك، ومين اللي ما يجيش اللي هي البلد وحشة بمحمد علي، وكاتب له فوق ان انت كمان كنت بتشوفه في مارينا قبل، يعني قبل الشهره كنت بتشوفه في مارينا قاعد مع بنات وبتاع محمد علي. يا ابني انت بتتكلم، انت يعني انت كعمر كمال مش بتبيع سبح، انت كعمر كمال انت حواليك بنات ليل نهار وحواليك رقصات ليل نهار بسبب او بحكم وظيفتك او شغلك كمطرب، تمام؟ فبتعاير واحد، وبعدين ما هو وائل الصديقي بتاع بنات، وعمر كمال بتاع بنات، ومحمد علي بتاع بنات، واللي فينا لا مؤاخذه مش بتاع بنات، يبقى فانت بتعايره بايه؟ ومين اللي بيعاير مين؟ يعني انت عامل اغنيه مع سمية الخشاب اسوأ مستوى من سيب ايدي اللي انا عاملها ب 3 جنيه، انت عاملها وانزل شوف تعليقات الناس وانت تعرف ان انا والله ما بتجن عليك ولا بضربك في الاغنيه، انا فعلا بحبك، وما كنتش بحبك ما كنتش قلت الكلام ده، كان يولع. فبصيت لقيتك بدل ما تخش تكلمني تقول لي ليه كده حركه الصباع دي، والله العظيم يا ابني حركه الصباع دي مليك. حركه الصباع دي لكلامك، لتعليقك. فانت خدتها بطريقه شخصيه، مش قصدي، انا بحبك ومتابعك من زمان، رحت انت عامل لي بلوك بدل ما تكلمني تقول لي ليه كده عيب ما يصحش، او تخش لي على الخاص تقول لي في ايه ليه عيب كده افهمك الكلام اللي انا بقوله ده، رحت انت عامل لي بلوك كده. ايه اللي حصل؟ انت اتحرمت من معجب وواحد بيتفرج على مشاهداتك او بيدي لك مشاهدات وبيتفرج عليك، وانا اتحرمت من الفيديوهات اللي انت بتنزلها مع حمو بيكا اللي هي الكوميديه واغانيك الجديده، انت عملت لي بلوك كده. انا لما ادور على عمر كمال في الفيسبوك مش هلاقيه، فلان انت عامل لي بلوك، فكل حاجه تنزلها جديده انا مش هشوفها، واخد بالك؟ ممكن انت ما يهمكش ان انا اشوفها، بس انا بحبك فنفسي اشوفها، فانت عملت لي بلوك عشان كده. فحاول تتقبل الراي، لو انت عايز تتسمع يبقى انت كمان لازم تتعلم تسمع. فتقولي لا الصباع ده يا وائل ده يعتبر قله ادب وبتاع مش عارف ايه، وده مش لا هو تبع حريه التعبير عن الراي.
انت كمان شتمت، قلت يا فاسد يا كذاب يا بتاع مش عارف ايه يا فاشل، كل دي شتيمه، دي برضو تندرج تحت حريه تعبير عن الراي. ما بهددكش، ما بقوللكش، ما بقولكش، فانت مش عارف فين حدود الحريه. عارف الصباع اللي انا حاطته لك ده او عملته على الكومنت بتاعك كرد، ده لو انت عملت له ريبورت الفيسبوك مش هيشيله، لانه الصباع ده بيندرج تحت حريه التعبير عن الراي. فاهم؟ زي ما قلت لك كده، يبقى راجل عجوز مثلا طالع نازل في الشهر العقاري، فعمال يعني متضايق، اطلع امضي فوق وبعدين انزل عند مدام سناء وبعدين، فراح جاي واقف على السن وقال ملعون ابو دي شغلانه ما تخلصونا بقى. هل هو كده بيشتم الناس؟ لا، هو الراجل بيعبر عن رايه بانه شتم، هو قال ملعون ابو. فاهم ازاي؟ ان السيستم مش عاجبه او النظام مش عاجبه. فلما يجي محمد علي يقول النظام مش عاجبه، وائل الصديق يقول ما تعايرهوش ان هو مضطهد ومتهجر، انت كده ضمنيا اقريت بان النظام اللي انت بتأيده ده بيهجر الناس من بلدها. ده اسمه تهجير قسري. يعني انت بتأيد نظام بيهجر ولاد البلد، زي ما بتعمل اسرائيل في فلسطين بالظبط، زي ما بتعمل اسرائيل في الفلسطينيين بالظبط. السيسي بيهجر ناس من بلدها ومن بيوتها ومن ارضها، ومش عارفين يرجعوا بلدهم عشان مهددين هم وولادهم. فانت بتأيد ده، وده حقك ان انت تأيده، الديمقراطية كده، ما عنديش مشكلة، روح أيده مع نفسك. تمام؟ انما تحكم على الناس مين اللي يجي ومين ما يجيش، تحكم على الناس مين، كان لازم اعمل لك الحركه دي. فاهم ازاي؟ مش ليك انت شخصيا، ما انا ما اعرفكش شخصيا، انا بتكلم على الكومنت اللي انت كتبته. فاهم ازاي؟ وياما كتبت لك كومنتات حلوه لاني واحد من معجبينك، بتفرج على عمر كمال وبحب صوته وبحب اغانيه، حلو الكلام. بس فحبيت اوصلك الرساله دي، ان بكل وساطه لو انت عايز تتسمع لازم تعود نفسك يا ابني انك تسمع. وخدها مني نصيحة، اوعى يغرك الترند، اوعى يغرك الترند، لان الترند مش دايم. مهما عملت عمر كمال مش هتقدر توصل لمرحلة واحد زي مثلا المرحوم علي حميدة. علي حميدة اللي هو عمل اغنية لولاكي، الاغنية دي كان فيه في كل بيت في الوطن العربي منها اربع شرايط خمس شرايط، ما كانش حد انا كنت عايش الايام دي، ايام كانت غريبة جدا، كان ايامها في حاجه اسمها الكاسيت الدبل ده، وتفتح للبابين ونسجل لبعض. فكان الاغنيه بتاعت او شريط لولاكي ده والالبوم ده كان فيه في كل بيت في الوطن العربي، مش نسخه، 3 4 من كتر ما الناس. ويعني بعد كده ايه الترند ما داملوش، وعاش على الاغنيه دي لغايه ما توفى رحمه الله عليه. تمام؟ فاوعى يغرك الترند اللي انت فيه دلوقتي. خلي بالك، نفس اللي بيجي لك على الصفحه هو اللي بيجي لي على الصفحه، هو اللي بيجي لمحمد رمضان على الصفحه، لان هم المتابعين. يعني مصر فيها 100 مليون واحد، ال 100 مليون دول مش كلهم عندهم فيسبوك، لا، 34 مليون واحد بس في مصر اللي عنده اكونت على الفيسبوك. حلو الكلام؟ فهم الناس اللي عندك، هم الناس اللي عندي، هم نفس، يعني ما هم بيبقوا قاعدين كده بيعمل بصبعه كده، فبيشوف البوست بتاعك، بعد كده بوست محمد علي، بعد كده بوست محمد رمضان، بعد كده بوست عمرو دياب، بعد كده وائل الصديقي، الخ الخ. حلو الكلام؟ فهم نفس المتابعين والله. ف يعني انت ما يغركش الترند اللي انت فيه، لان الترند مش دايم لحد، الا بقى لو بقيت مثلا عبد الحليم قعد 20 سنه على القمه وبعدين مات، وبعدين قعد في جاب او في فتره فاضيه، وبعدين جه بقى عمرو دياب قعد يغني 40 سنه منهم 30 سنه على القمه. فانك تعمل ترند تبقى سيب ايدي او لولاكي مره وبتاع او بنت الجيران، وبعدين تنزل في المستوى وتمشي بقى في خط معين بتاعك، ده طبيعي. انما عشان تفضل على القمه بالمده الكبيره دي صعب. دي نمره واحد. لا، نمره اتنين عشان تبقى فاهم بقى ايه، خدها من واحد يعني اتشهر قبلك ودرس السينما ورحت وسافرت وبتاع وعنده خبره، يعني سنا اكبر منك واكبر منك بيوم يعرف عنك بسنه. الحاجه الثانيه، الناس اللي هي حواليك دي وبتحبك برضو، اوعى تغرك الناس دي اللي بتدفع فلوس علشان خاطر تيجي تتفرج عليك. هي الناس اللي انت لو حاولت تتقدم لبناتهم هيرفضوك. الناس اللي بتسقف للرقاصة هم الناس اللي بينتقدوها. هم احنا شعب كده، هو ايه الميديا كده. فانت لازم تفهم ان محمد علي كممثل وانت كمغني وانا كمخرج ويوسف شاهين وعمرو دياب، بالصلاة على النبي، كلنا كده اسمنا عوالم. الشعب بيسمينا عوالم رغم ان انا مش من الوسط الفني. انا اعتبر سوشيال ميديا سيلبرتي او اندر جراوند. انا ولا بشتغل في التلفزيون المصري ولا انت الاثنين شغال على السوشيال ميديا وشغال على التراديشنال ميديا، او يعني شغال في تلفزيونات وبتعمل مسلسلات وحاجات كده او مشاهد او افلام او. حلو الكلام؟ فده اللي انا بكلمك فيه. اوعى تفتكر ان الناس اللي بتحبك دي اغلب بيوت مصر مش هيدوا بنتهم لفنان او لمغني.
هم نفس البيوت اللي بيسمعوك ليل نهار. لما تيجي تحب تتقدم لهم لاح بص كده على الشهره كلها، بص تلاقي اللي نفد بزوجه قبل الشهره مكمله معاه لغايه دلوقتي بعد الشهره ده عدى، انما كل الناس اللي اتشهرت ما عرفتش تتجوز بعد الشهره، زي الاستاذ محمد منير مثلا. بعد ما بتتشهر يا ابني الناس ما بتشوفكش كبني ادم طبيعي، بتشوفك حاجه تانية كسلابرتي بقى مشهور وبتاع مش عارف ايه، يا بتبقى بتتفشخر بيك يا واخدهم جلاله الشهره يا حاجات كتير جدا عمر، حاجات كتير جدا 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 جدا. فانت خلي بالك اوعى يغرك الشهره واوعى يغرك الترند، لان ده مش دايم لحد. ونفس الناس اللي بتحبك هي يعني نفس الناس اللي عمرها ما هتحط ايدها في ايدك وتدخلك بيتها، عشان تبقى فاهم. يعني هو محمد منير مثلا ما عرفش يتجوز، هو وائل الصديقي انا قبل الشهره اتجوزت مرتين، بعد الشهره من 2015 ومن ساعه ما نزل سي بي دي لغايه النهارده مش عارف اتجوز تاني، وبدور على بنت الحلال ومش لاقي، لانه خلاص الناس ما عادتش شايفاني شاب جاي اتقدم لها او بني راجل جاي اتقدم لها، بقوا عارفين ده وائل بتاع وده عمر كمال بتاع بنت جيران وده محمد منير وده، فما عدتش بتتشاف كبني ادم مجرد من شهرتك، فما بيتحكمش عليك حكم بتاع ده عادل، واخد بالك ازاي؟ فلا يغرك الترند ولا يغرك حب الناس ولا يغرك الفلوس اللي معاك ولا تنصب نفسك، لان ده مش دايما، كل اللي انا قلته ده مش دايما لحد يا ابني، ولو كانت يعني دامت للي قبلك ما كانتش جات لك. كنت عايز اقول لك ايه اخر حاجه، حاول تفك البلوك، انا عايز اتفرج عليك لو سمحت فكه، عايز اتفرج عليك. انا مش جاي علشان اعتذر على الصباع، لان الصباع ده ما كانش ليك، ده كان على كلامك، لانك تعديت حدودك في انك يعني احنا كنا بندافع على حقوقك، او انا كنت بدافع على حقوقك لما انت كنت مضطهد من النقابه، كنت انا بدافع عن حقوقك في البلد كواحد من حقه يشتغل ويغني ويعمل اللي هو عايزه في امان الله، ده حقوق انسان، يعني حقوق الانسان دي حاجات كتير قوي من حق العمل، فانت كان من حقك. دلوقتي الظهر لعب معاك وانت بقيت مسموع وعندك فولورز والدنيا مشيت معاك والاشياء بقت معدن وظبطت حقوقك في النقابه وكلامك والكلام ده كله، فبدات يا عيني تعمل في الناس اللي اتعمل فيك، اللي هو ايه بقى، لا انت مش كويس، لا انت خليك بره، بلدنا حلوه، بلدنا وبلدنا دي ما كانتش حلوه، انتوا مضطهدين كلكم وحموا بيك في السجن. هتقولي احنا فيها سلبيات وبنحن على بعض، انت يا ابني يعني عمرك كله قد كده هتيجي علشان خاطر تعلمنا الانسانيه؟ واوعى تعاير حد بان هو معاه بنات، ما كلنا رجاله واللي معهوش بنات بيبقى لمؤاخذه شاذ اساسا. فانا بقول لك انت يعني ما تعيرش حد ان هو معاه بنات، انت احنا كلنا كده بالصلاه على النبي زي ما قلت لك كده، احنا في نظر الناس اصلا كلنا زباله، انا وانت من اول يوسف شاهين وعمرو دياب لغايه عندك وعندي ومحمد علي وكل اللي شغالين في الوسط الفني، احنا الناس بتحبنا انما لو حاولت يعني تقدم لواحد منهم لاخته هيرفضك، وممكن تطلعني غلطان وتروح تخطب بكره وتعلن خطوبتك، يبقى تفه في وشي لو استمرت. يعرف يعني اكبر منك بيوم يعرف عنك بسنه، فانا في اللي انت فيه ده من زمان، ونفس الرسائل اللي بتجيلي هم نفس الناس اللي متابعينك، متابعيني ومتابعين علي ومتابعين رمضان ومتابعين عمرو ومتابعين كل هم اصل هو الفيسبوك هم 34 مليون واحد. بس انا اسف ان انا طولت عليك وطولت عليك، يا رب ما يكونش ضايقتك. انا بحبك جدا، ولو ما كنتش بحبك ما كنتش قلت لك الكلام ده، ما كنتش دفعت عنك زمان، لانك موهبه كويسه جدا وانا بحب اتفرج عليك. وما تزعلش من حكايه الصباع اللي انا بعته لك ده، الصباع ده مش ليك، الصباع ده ليك الكلام اللي انت قلته، لانك تعديت حدودك في انك بدات تسحب الجنسيات من الناس، يعني تدي ناس جنسيه وتسحبها من الناس تانية وتقرر مين مصر حلوه بيه ومين مصر حلوه مش من غيره، من غير كلام سخيف. انت حبيت تطبل التعريضه، رحت انت ضمنيا اعترفت بقمع النظام لبعض الناس. خليك مجرد زي عمرو دياب، محدش عارف ولا اقول مين، وقول اتكلم، ما بقولكش ما اتكلمش في سياسه، اتكلم في السياسه وفي الكوره وكل حاجه، بس من غير ما تخسر جمهورك، من غير ما تخسر، من غير ما تعمل عداوات، من غير يعني انا حبيت اقول لك الكلام ده كله كدرس صغير انا اعلمه لك في حته الميديا دي، عشان اتعلم من الكبار ما تغلطش غلطاتهم. فاكر تامر حسني بجلاله قدره لما كان في يوم من الايام بيطبل لنظام مبارك، وبعد كده نظام مبارك وقع، عم جاي هو نازل ميدان التحرير قاموا ضاربينه ومطلعينه دمعته على خده وقعد يعيط، تامر حسني وقعد يعيط، موجود الفيديو لغايه دلوقتي. ليه؟ حسب نفسه على نظام، بعد كده قرر ما يبقاش له اي حسابات سياسيه او ما ينشرهاش. ليه؟ علشان خاطر ما يتعاقبش عليها بعد كده. كله كان فاكر ان حسني مبارك ده مخلد في فتامر حسني كان زي اي حد بيطبل لحسني مبارك، جه بعد كده ايه؟ قامت الثوره، فحب ينزل مع الثوار بتاع، قاموا طاردينه من الميدان وقعد يعيط، وانا كنت جاي اساعدهم وبتاع، وده مين؟ ده تامر حسني، واحد من اكبر نجوم الوطن العربي كله. فتعلم من نجوم الناس، حاول تبقى مجرد
ما تطبلش لحد عشان ما تتحسبش على نظام معين، وربنا في الاول في الاخر يوفقك. خش يا ابني فك البلوك عشان عايز اتفرج عليك واقعد ابعت لك في كومنتات واستفزك وبتاع. وشكرا على انك استحملتني 20 دقيقه. انا استحملت مزيكتكم النهارده بقالي سنتين فكتر خيرك وكتر خيري. المهم ان احنا كلنا اخوات وولاد بلد واحده ومصريين، وبلاش نيجي على بعض، وبلاش نضطهد بعض، بلاش يعني اتعلم من غلطات الناس الكبار. خليك مجرد كده زي عمرو دياب، محدش عارف بيقولوا ايه، واخد بالك ازاي؟ علشان ما تجيش بعد كده تخسر، لانه الزمن لاب، ولانه الدنيا بتتغير، ولان الدنيا عامله زي العجله، فوق يوم في يوم تحت. وما تخليش الترند يغرك، حط الكلام ده كله والله العظيم، والله الذي لا اله الا هو، الكلام اللي انا بقوله ده ما بيدرس في مدارس، انما هتكتسبه انت بالخبره. فلازم الفنان يكون ذكي، فخليك ذكي في حته انك تتحسب على نظام معين، او انك تضطهد حد او تشتم حد بسبب مشكله هو خارج عن ارادته. انه اضطهد ده واحد بيكلم رئيس الجمهوريه، او هم كان في بينهم شغل ومقاولات والكلام ده كله، واختلفوا على الفلوس وبتاع. انا لا بقول هو فلوسه حرام ولا حلال، ولا انت فلوسك حرام ولا حلال، ما بتكلمش في الحلال والحرام. انا بتكلم ان في الاول في الاخر انا وعبد الفتاح السيسي وحمو بيكا كلنا معانا باسبورات مصر، كلنا مصريين يا ابني، وكلنا لينا نفس الحقوق في البلد. فاذا كان في ناس مضطهده وانت الدنيا الاشياء معدن معاك، وراضي بالوضع اللي انت فيه ومش عايزه يتغير عشان تفضل انت في اللي انت فيه، في الخير اللي انت فيه، في ناس تانية مش راضي لانها متبهدله. فما تطلعش تزيط على وجعهم بالله عليك. وانا بعتذر لك لانه الصباع ما كانش ليك، والله الصباع كان لكلامك يعني. وخش فك البلوك عشان عايز اتفرج على بقيه الصفحه بتاعتك واعمل لك كومنتات. وفي الاول وفي الاخر اتمنى لك التوفيق، وانت حد جميل وانا بحبه. شكرا عمر كمال، وشكرا ان انت قدرت تسمعني كل ده. ربنا يوفقك ويعينك على اللي انت فيه. واللي انا قلته لك في الفيديو ده ابقى اتفرج عليه كل شويه، لان هو فعلا هيفيدك قوي 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 كفنان. وده اللي يخصني انا، ما اعرفكش شخصيا، كل اللي بيجي لي منك فن. فانا عايزك تستمر، عشان كده مش عايزك تقع، عشان كده بقول لك اعمل ايه وما تعملش ايه. انا مخرج، ده شغلي على فكره. فده غير اللي انا عديت عليه نفسي، انا نفسي عديت عليه. شكرا وكل سنه طيبين. وده رساله لعمر كمال، يا ريت توصلوها له، لان هو عمل لي بلوك على الصفحه، فمش هيشوف صفحتي ومش هشوف صفحته، فبعتوا له لينك الفيديو ده على الخاص. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله. وائل الصديق.